تعلمنا سابقًا أن الشكل الرباعي هو مضلع له أربعة أضلاع وأربع زوايا، كما تعرفنا على الزاوية القائمة، والزاوية الحادة، والزاوية المنفرجة. في هذا الدرس سنتعلم تصنيف الأشكال الرباعية، فالشكل الرباعي المستطيل كل ضلعين متقابلين فيه متطابقان ومتوازيان، وجميع الزوايا قائمة. أما الشكل الرباعي المربع فجميع أضلاعه متطابقة، وجميع زواياه قائمة، وكل ضلعين متقابلين متوازيان. أما الشكل الرباعي متوازي الأضلاع، فكل ضلعين متقابلين فيه متطابقان ومتوازيان، والشكل الرباعي المعين جميع أضلاعه متطابقة، وكل ضلعين متقابلين متوازيان، وأخيراً الشكل الرباعي شبه المنحرف. وفيه ضلعان فقط من اضلاعه المتقابله متوازيان مثال من واقع الحياه يظهر في عالم المملكه العربيه السعوديه ان جميع الزوايا قائمه وكل ضلعين متقابلين متطابقان ومتوازيان وبالتالي هو الشكل الرباعي المستطيل يعرفنا هذا الدرس على خصائص الاشكال الرباعيه